البشت أو العباءة زي رجالي تقليدي لم يتغير شكله كثيرا منذ القدم، وكانت ألوانه المتعارف عليها لا تتعدى الأسود والأبيض والبني، إلا أن مصممة الأزياء منى فارس كسرت القاعدة إذ جعلت منه زيا نسائيا أيضا وبألوان مختلفة، تنفرد بتصاميم تمزج بين تراث الشرق وذوق الغرب، حاكت خيوطها بألوان الفرح فأصبحت لوحات فنية تعكس عبق الماضي وروعة الحاضر. إذن نرحب بالزميلة مهرة اليعقوبي معنا في الاستوديو وضيفتها مصممة الأزياء منى فارس. صباح الخير مهرة. صباح الخير سلام. وأيضا صباح الخير منى. يعني أنا شعرت مهرة في البداية أنه بحكي شعر عن عبق الماضي والأصالة، ولكن أيضا شفنا في ألوان كثير جميلة من خلال الفيديو اللي شاهدناه. صراحة موضوعنا اليوم وايد مميز لأنه هو الأزياء اللي راح نتكلم عنها هي تقريبا أزياء رجالية لكن تحولت لتستخدم للخط الأنثوي. طبعا منى فارس نشأت وسط شعور عميق بالانتماء للثقافة المحلية وترعرعت بين التصوير والتصميم والهندسة، وشاركت في عدد من المعارض الفنية المحلية والعالمية وعروض الأزياء. منى معنا اليوم تحكي مسيرتها الإبداعية. صباح الخير منى. في البداية منى خلينا نعرف من وين أنت استوحيتي التصاميم هاي لتطلع بالطريقة الجميلة مثل ما نشوفها نحن. أولا لقد عشت في الإمارات لسبعة وعشرين عاما وترعرعت في دبي، والعديد من الخلفية في تصميماتي تأتي من ما أستوحيه من الحياة والموضة والنمو الذي رأيته في دبي والإمارات والتغيير الذي عايشته، فأخذت جميع أو كل ما أعرفه عن الثقافة والتقليد وأجعله حضاري، وبالتالي هكذا استوحيت تصميمي من المدينة ومن الناس. ولماذا بالذات يعني البشت معروف هو للأزياء الرجالية، ليش حولتي البشت ليكون يعني مناسب للمرأة؟ سبب اختيارك البشت بالذات؟ شعرت أن ما أقوم به هو الأزياء، والأزياء هو لي يعني البيع للزبائن، والبشت هو شيء تقليدي لكنه كان من أفضل مبيعاتي، وبالتالي النساء فضلنه لأنه جزء من التقليد وبنفس الوقت لديه التفاصيل الذهبية والراقية، وبالتالي أردت أن أترجم هذا التقليد بالأكمام الطويلة، أردت أن أعطيه طابعا جديدا وطابعا نسائيا، وهذا ما قمت به ونجح معي. منى أنا أحب أن أسألك، طيب ماذا عن الماتيريال، عن المادة التي تستخدميها في البشت أو في تصنيع العباءة؟ بالنسبة للمرأة تحتاج ربما إلى الحرير أو إلى القطن أو إلى اللينن أو الكتان، ما المادة التي تستخدمينها؟ Well, it's actually the بشت fabric. There's different types. استعمله هناك عدة أنواع من البشت السميكة أو الرفيعة، وكلها تتركز على القطن، ولكن هناك أيضا عدة مواد مختلفة منها رفيعة ومنها أقل رفعا. فطبعا كما نعرف الطقس هنا حار جدا في الخليج وفي دبي، وبالتالي لم أمل للبشت السميك. وخلال تصميمك لهذه التصاميم الرائعة، هل تستخدمين فيها ماكينة خاصة أو باستخدام اليد عادة تكون؟ كلها معمولة على اليد. في بعض الأحيان هناك بعض المواد تكون يعني نشتريها جاهزة، مثل بعض الأقمشة التي تكون جاهزة لنا، فنحن نأخذها ونضعها مع بعضها، وهنا يختلق أو يبدع المصمم في هذا المجال. وهنا أستوحي من عدة أمور
وأخلطها مع بعضها لكي أعطي هذا الزي. طيب مثلا مثل هذا البشت الذي تلبسينه كم يحتاج إلى وقت منى؟ خصوصا أن أنتبه هناك تزيين وهناك نوع من التصميم على أمام البشت. Well, actually, it does take a lot of time. This is all hand-embroidery. نعم تطلب كثير من الوقت. هذا جميع هذا مطرز على اليد. لا يمكن أن تقوم به أي ماكينة. وبالتالي يتطلب الكثير من الوقت. وحتى كما ترى التصميم وهنا إدخال هذه المواد المختلفة هي أمور صغيرة لكنها تتطلب وقتا كبيرا. وبالتالي قطعة واحدة قد تتطلب يومين ونصف مثلا أو يومين أو أكثر. منى من خلال مشاركتك طبعا أنت شاركتي في عروض أزياء عالمية وعرضتي مثلا البشت مثلا مثل موديل البشت أو الموديلات الأخرى، كيف كانت ردة فعل الأجانب من هالناحية لأنك أنت برزتي الطابع الخليجي ولكن بشكل مختلف؟ نعم لقد تم اختياري بمركز جويتي وهو مركز ألماني مع ثلاث مصممين إماراتيين لكي نذهب إلى برلين ونقوم ببرنامج مشترك بين مصممين إماراتيين وألمان. وقد تم استقبال هذه التصاميم بطريقة إيجابية جدا. رأيت أنهم ربما لن يرتدوها لكنهم كانوا يعني إيجابيين بطريقة تلقي هذا النوع الجديد الذي يمزج بين التصاميم العربية والخليجية بطابع حضري بطابع جديد وغير تقليدي. زين منى، سبب اختيارك للألوان الصيفية مثل ما نحن نقدر نلاحظ نشوف الأزياء أنها كلها ألوان صيفية جميلة، هل تعتمدين على الألوان الصيفية أكثر من الألوان الشتوية وليش؟ I love color. نعم أحب الألوان كما ترين على وجهي. أستوحي الكثير من الألوان وأنا فنانة، درست الفنون في دبي وبالتالي ولدي أيضا شهادة في التصميم وتصميم الداخلي. وجميع هذه الدراسات الفنية لا دائما يعني الألوان تجذبني دائما منذ صغاري وأستوحي منها وأحب هذه الألوان. حتى الألوان تنعكس على يعني لباسك وعلى أيضا الأظافر، يعني متناسبة حتى اللون والديكور الأظافر وتصميم الأظافر متناسب حتى مع العباءة أو البشت. وهل هالبشت مثلا منى نلبسه في كل المناسبات ولا في مناسبة معينة لاستخدام هذا النوع من البشت؟ Not if I'm going to the supermarket. كلا لا أرتديه كل يوم إذا كنت أتبضع مثلا، لكن نعم أرتديه للحفلات الخاصة أو الدعوات الخاصة. معظم ثيابي أو البشت مخصصة لحفلات خاصة ليس لكي أرتديها كل يوم. Usually my clients وزبائني أرى أن مثلا يعني يسألوني مثلا ما المختلف بهذه القطعة وهذا هو السبب من كوني مصممة. تقبل المجتمع طبعا للتغيير المفاجئ هذا البش أن صارت المرأة تلبسه، شو رأيت هل في انتقادات ولا لا؟ Well, actually, I've been with Emirati girls all my life. لقد يعني صديقاتي هم إماراتيات وأنا طبعا من المجتمع علما أنني لا أتحدث اللهجة جيدا. هنا الكثير من الإماراتيات ألاحظ أنهم ميالون للتصاميم الحديثة. شكرا شكرا لك مهرة وشكرا أيضا لمنى. شكرا لحضورك منى.